أهلا بكم. شيع أهالي بلدة تعلباية ظهر اليوم الشهيد عبد الله العديوي مطالبين الجيش بدور فاعل من أجل وضع حد للتعديات والأعمال الاستفزازية. شيعت بلدة تعلباية وتيار المستقبل في البقاع الأوسط الشهيد عبد الله العديوي إلى مثواه الأخير في جبانة البلدة في مأتم شعبي شاركت فيه فعاليات من قرى قضاء زحلة ووفود شعبية من المنطقة، ورددت أثناء مراسم التشييع شعارات نددت بالاعتداءات المسلحة لعناصر سرايا المقاومة التابعة لحزب الله وعناصر حركة أمل، والتي أدت مساء أمس وفجر اليوم إلى استشهاد العديوي وجرح 3 آخرين من الأهالي. امبارح كنا معزومين خارج البيت وسمعنا الويس، جينا اليوم الصبح لقينا كل البيت مخزق برصاص عم بتديب من فوق، اوضه النوم، اوضه القعده، اوضه الصالونات كلها سوا. يعني منيح ما كان في حدا بالبيت، لو كان في حدا بالبيت كلهم كانوا راحوا. واللي قوصوا هن جيراننا، اللي بنتعامل نحن وياهم على اساس انه جيراننا، بس هن للاسف طلعوا جيران مش كل هالقد. افتعال الإشكالات الأمنية في البقاع يتكرر منذ أشهر، وتتقصد المجموعات المعنية توقيت رسائلها الدموية في محطات مفصلية من مسار الأزمة اللبنانية. يمرق جيب يأوز أوز على العالم وضل فالي. الاتصالات السياسية لتطويق تداعيات الاعتداءات المسلحة أثمرت عن تسليم حزب الله وحركة أمل لاثنين من مطلقي النار، فيما بقي مسؤول المجموعة التابعة لحركة أمل عباس دياب متواريا عن الأنظار، ما كرس استمرار أجواء التوتر والحذر. أحمد كموني، أخبار المستقبل، تعلباية. واحتجاجا على الاعتداءات المسلحة التي ينفذها حزب الله وحركة أمل على أهالي تعلباية، اعتصم أهالي المنطقة وقطعوا الطريق بين تعلباية وشتورة وتعلباية وزحلي بالإطارات، مطالبين بوقف المعتدين ووضع حد لافتعال الإشكالات الأمنية في البلدة. وقد أعاد الجيش فتح الطريق أمام المارة. أفاد مراسلنا في البقاع أيضا عن إصابة المواطن عدنان إسماعيل قاسم من بلدة قب الياس برصاص مرافقي الوزير السابق وئام وهاب أثناء مرور موكب الأخير على طريق ظهر البيدر. وبحسب شهود عيان فإن موكب وهاب كان متوجها إلى العاصمة السورية.